بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكل متابعي قناة مسيو بحباح التعليمية على اليوتيوب. في هذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله الاخوان غنتكلموا على الاسماء ديال ازرار او رموز لوحة المفاتيح. دونك فوالا، كي كتشوفوا معايا هنايا كاين عندنا هذه هي لوحه المفاتيح. غادي نتعرفوا على كل زر شنو السميه ديالو، وكذلك غنتعرفوا على بعض الادوار اللي كيقوم بها كل زر. دونك اذا شفنا على سبيل المثال، كي كتشوفوا معايا هنايا غادي نبداو من هنايا. كاين عندنا هاد الكوموند هذه اللي سميتها كتكون مكتوبه فيها هنايا اما او سي اش على هذا الشكل هذا، او كتكون مكتوبه عليها او اس سي يعني اسكيب، يعني اما كتكون ايشاب بالفرنسيه او كتكون اسكيب باللغه الانجليزيه. دونك هاد لاتوش هادي او هاد الزر هذا شنو الدور ديالو؟ الدور ديالو بار اكزومبل، انا لكن داخل هنايا عند المايكروسوفت وورد كي كتشوفوا معايا هنايا، ياك هذا هو المايكروسوفت وورد. مثلا كنت بغيت نامبريمي شي حاجه، او كليكيت عند هاد لاتوش هذا باش نامبريمي، وما بقيتش بغيت نامبريمي كنكليك عند ايشاب تيرجع. اذا فتحت هاد لا ليست مثلا، هاد الفنت هذا فتحته على هاد الشكل وما بقيتش بغيتو، كنكليك عند ايشاب كيحيد. دونك اي فونتر فتحته في شي لوجيسيال وما بقيتش محتاج ليه، كنكليك على داك الايشاب كتانيولي ليا هذاك الفنتر اللي فتحت. اذا شفنا هاد لاتوش هادي اللي كتكون سميتها طاب، يعني طابيلاسيون السمية ديالها طابيلاسيون، او كتكون مكتوبه فيها طاب، ولا كيكون مكتوبين فيها ولا مرسومين فيها جوج ديال الاسهم، سهم على اليمين وسهم على اليسار. دونك هاد لاتوش هادي سميتها طابيلاسيون، وعندها بزاف ديال لي رول، عندها بزاف ديال الادوار. بار اكزومبل اذا كنت على الميكروسوفت، غنحيد هاد الكلافي هادي تنرجع عندها نشوفها. اذا كنت مثلا واقف عند الميكروسوفت وورد على هاد الشكل هذا، وكان مطراسي عندي مثلا شي طابلو على هاد الشكل، دونك هذا طابلو مطراسي عندي، اذا بغيت نديبلاصا اونتخ هادوك لي زونغوجيسترومون تنبقى نكليكي عند باردون هادوك لي سيلول. مثلا انا كتبت شي حاجه هنايا وبغيت ننتقل عند الخانه او الخليه اللي من بعد، تنكليك عند طابيلاسيون كدوزني، شفتوها؟ بلا ما نحتاج نقيس لاسوري، عاوتاني طابيلاسيون كدوزني، شفتوها؟ بلا ما نحتاج نقيس لاسوري. دونك هذا دور ديال طابيلاسيون. كذلك اذا كان عندي مثلا، انتبهوا معايا هذه العمليه هي مهمه بزاف، انا غنكتب هنا مثلا لو نو، ياك بغيت نوسع منه نكتب شي كلمه واحده اخرى، كنبقى نكليك على الطابيلاسيون كدير لي مسافه بعيده ما بين الكلمات على هذا الشكل هذا. عندها كذلك بزاف ديال الادوار. اذا بغيت بار اكزومبل، اذا شديت هانتوما شوفوا معايا، الا مشيت شديت لاتوش الت وكليكيت عند لاتوش طابيلاسيون، شوف واش كيوقع، كتافيشي ليا لي زونغلي اللي مافيشين. كل ما كليكيت عند، انا دابا شاد لاتوش الت وكنكليك عند طابيلاسيون، هي دوزاتني عند المايكروسوفت اكسل، دوزاتني عند جوجل، دوزتني عند اللوجيسيال اللي كندير به لونغوجيسترومون، دوزتني عند مايكروسوفت وورد. دونك وكتوقفني عند البرنامج اللي بغيت نوقف عنده. نعاود نجبد الكلافي باش تشوفوها معايا. دونك طابيلاسيون عندها بزاف ديال الادوار، حنا دابا كنشوفوا كل زر غنحاولوا نشوفوا غير واحد جوج ولا ثلاثه ديال الادوار منه. اذا خديت المايكروسوفت وورد على هذا الشكل هذا، وانتم كتشوفوا معايا عندي هنا الكلافي. دونك هاد الزر هذا اللي سميتو فغوي دي فغوي، كتكون سميتو فغوي دي فغوي، او كتكون مكتوبه عليه ماج على شكل يعني ماجيسكول، او تيكون مرسوم فيه واحد القفل. دونك هذا هما ثلاثه ديال لي سامبول اللي تيكونوا فيه. شنو الدور ديالو؟ الدور ديالو اننا لا اكتيفيناها، اذا كليكينا عندها كتاكتيفا، واذا تاكتيفات ياك الكتابه كامله غتولي غاديه ماجيسكول، ما غيبقاش يكتب مينيسكول وانما غيولي يكتب لينا ماجيسكول. حتى كنديزاكتيفيها، حتى كنديزاكتيفيها كليك عندها باش كنديزاكتيفا، عاد الكتابه غتولي غاديه مينيسكول. دونك تنكتب بها الماجيسكول، وحتى هي بيان سور عندها بزاف ديال لي رول وحدين اخرين. الوغ شوفوا معايا هاد لاتوش هادي اللي سميتها عها ماج، هاد ماج هادي راه حتى هي معنيتها ماجيسكول، يا يعني اما كتكون مكتوبه عندنا ماج على هاد الشكل هذا، او كتكون مكتوبه عندنا شيفت. انتم شوفوا غتبان لكم مكتوب عندنا دابا شيفت، انا غنبدل اللغه العربيه، بدلت من اللغه الفرنسيه للغه العربيه، ولات كتبان مكتوب عندي شيفت. كتكون مكتوبه عندنا يا اما شيفت، يا اما كتكون مكتوب عندنا ماج على هذا الشكل هذا، او احيانا كيكون مرسوم عندنا واحد السهم الى الاعلى، كيكون عندنا واحد السهم كيشوف للاعلى. دونك هذه هي شنو الدور ديالها. اذا اكتيفيتها، شوفوا معي دابا الحروف كيبانوا عندنا في الكلافي كلهم مينيسكول، ولكن اذا كليكيت عندها وبقيت مكليكي عندها وكتبت حرف ا، فحرف ا غيكون مكتوب ماجيسكول، اذا كتبت حرف او غيكتب ليا ماجيسكول، اذا كتبت حرف اي غيكتب ماجيسكول.
زائد كنخدم بها اذا ديزاكتيفيتها كليكت على تحيدات مابقاش خدمها. شوف معايا هذا السطر هذا، الا جيت دابا مثلا كليكيت عند بغيت نكتب رقم واحد، شوف معايا هنا بغيت نكتب رقم واحد، اذا كليكيت عنده واش غيتكتب لي رقم واحد؟ لا ما كيتكتبش لي رقم واحد. الحل باش نكتب رقم واحد شنو هو؟ نبقى شاد هاد الشيفت هادي، نبقى شادها مكليكة عندها ونمشي نكليك عند رقم واحد، وبالتالي غيتبان عندي الواحد على هاد الشكل هذا. دونك حتى هي كنكتب بها الارقام بالنسبه للوحه المفاتيح الخاصه ب يعني البي سي بورتابل الخاصه بالحاسوب الشخصي الصغير. كاين عندنا كذلك هاد لاتوش كونترول. هاد لاتوش كونترول شنو؟ لاتوش كونترول عندها بزاف ديال لي غو، تقريبا اكثر من كل شيء تقريبا. دونك نقدر ندير بها كوبي، نقدر ندير بها كوبي، نقدر ندير بها امبريمي. دونك بزاف ديال الامور تقدر تصوبهم لي هاد لاتوش هادي اللي هي كونترول. هادي لاتوش سميتها كونترول. مثلا انا بغيت نسيليكسيوني هاد السطر هذا وبغيت نسيليكسيوني حتى هذا. دونك كتشوفوا معايا ملي كنسيليكسيوني الاول، الا جيت بغيت نسيليكسيوني الثاني فما كتبقاش ملي كنسيليكسيوني الثاني كتحيد لا سيليكسيون عند الاول، ولكن انا بغيتهم بجوجهم يكونوا سيليكسيوني. فهاد الحاله شنو غندير؟ غنسيليكسيوني الاول وغنبقى شاد لاتوش كونترول كيف كتشوفوا معايا، كنبقى شادها. انا دابا راني مكليكي عندها بالكلافي اللي عندي وكنتقاد مع السطر الاخر وتنكليكي عنده كومسا باش كيوليو بجوجهم سيليكسيوني. كذلك نقدر نحيدها نديزاكتيفيها. دونك اذا بغيت ندير كوبي ولا كوبي ولا كولي كلهم كنديرهم يعني النسخ او اللصق، فكلهم كنديرهم بهاد لاتوش هذه اللي هي كونترول. كذلك اذا بغيت ندير لامبريسيون لان كوبي كولي ساهلين، الا بغيت نامبريمي مثلا هاد الدوكيمون هذا غادي نشد لاتوش كونترول وغنقيس حرف بي. كونترول شديتها بي، كونترول عندنا على جوج مرات، عندنا في الجهه اليسرى وعندنا كذلك في الجهه اليمنى، عدتهم نفس الدور بحال بحال، داروهم لينا على الجهه اليسرى وعلى اليمنى غير باش نزربو بالكلاب. اذا كليكت عند كونترول وقست حرف بي فهو غيعطينا الانترفاس او الواجهه الخاصه بالطباعه. غنكليك عند الاشاب باش نرجع، الا ديجا وريتكم الدور تاع الاشاب غنكليك عند الاشاب باش نرجع. كذلك كاين عندنا هاد لاتوش هذا اللي هو ويندوز، هاد لاتوش اللي هو ويندوز حتى هي كتقوم بواحد المجموعه كبيره تاع الاختصارات. غنشوفوا مثلا شي حاجه منها باغ اكزومبل. شوف معايا وانا واقف هنايا، اذا شديت لاتوش ويندوز مع فاصله منقطه فكي كتشوف معايا افيشاليه هاد المجموعه ديال الايقونات او هاد لي زوموجي اللي تيكونوا عندي اللي ممكن كذلك غنخدم بهم على هاد الشكل. مثلا مثلا كاين عندي الكلافي، انا غنحيد هاد الكلافي فيزيوال، ها هي فين هي، غادي نحيدها ما تبقاش، غندير ليها فيرمي. واسهل اختصار الا بغيت نافيشيها كنافيشيها بلاتوش ويندوز. كذلك كنشد لاتوش ويندوز معها كونترول وتنقيس حرف او، دونك هو تي افيشي ليا هاد الكلافي فيزيوال. دونك كذلك من بين عندنا شفنا كاين عندنا هاد لاتوش هادي الت، هاد لاتوش الت، وعندنا هاد الت جي ار. هاد لاتوش الت شنو الفرق بين هاد الجوجات هادو؟ انا غنمسح لكم هنا. هاد الت هادي فهي كتافيشي ليا كتافيشي ليا لانديكس ديال هاد الحروف هاد. شنو معنيتها؟ مثلا انا بغي نكتب اصغر منه اكبر منها، هما فين هما دابا؟ كاين من عندي هنايا، ولكن في حاله اذا ما كانوش عندي شنو غندير؟ غنشد لاتوش الت، شفتوا معايا انا كليكيت عندها، وغنكتب بلوحه المفاتيح غنكتب رقم 60. اذا كتبت رقم 60 بلوحه المفاتيح شوف واش غيوقع، غيكتب ليا اصغر من، واذا شديت الت وكتبت 62 غيعطيني اكبر من، واذا شديت الت وكتبت 61 غيعطيني يساوي انسو دو سويت. دونك عندي شديت مثلا الت ودرت 3 غيعطيني هاد الكلور هذا على الشكل انسو دو سويت، دونك كيعطيني واحد المجموعه ديال لي ستيل. دونك كاين عندنا لاتوش الت جي ار. هاد الت جي ار هادي شنو الدور ديالها؟ فهادي كتكتب ليا عاوتاني هادوك الحروف اللي تيكونوا عندي في هاد لي زون هذا، في هاد لا زون رقم 3. دونك مثلا هاد لاتوش هادي راه كتكون من زون رقم 1 هو هذا، زون رقم 2، زون رقم 3. دونك مثلا دابا بغيت نكتب انا اروباس، واروباس ما كانش تيبان عندي هنايا، اذا شديت لاتوش الت جي ار شوف كيتبدل، تبدلات لوحه المفاتيح، ونكليك عند اروباس هي كاين هنا باش غادي تبان عندي في لوحه في الدوكيمون ديالي. دونك الت معها صفر كي كتشوفوا معايا اي بانت عندي هنايا في الدوكيمون ديالي. كذلك الت جي ار عندها حتى هي واحد المجموعه كبيره ديال لي غور. دونك بقاو عندي هاد الاسهم هادو اللي كتشوفوا هنايا، هادو كيتسماو لي فلاش دو ديريكسيون، لي فلاش دو ديريكسيون او اسهم الاتجاهات او لي فلاش دو ديبلاسمون، كنديبلاصا بهم من مكان لاخر. بقات ليا واحد لاتوش اللي هي سوبريمي، هاد لاتوش سوبريمي، وهنا عندنا هادي ايفاس. فهاد ايفاسي انا غنعطيكم مثال باش تفهموا الفرق ما بين هاد الجوجات هادو، ما بين سوبريمي
مع ايفاسي، هذا بجوج خاصين بالمسح. دونك مثلا انا غنكتب احمد، احمد شوف معايا هي مكتوب احمد، وحدها مكتوبه محمد. علاش؟ دابا انا اذا كنت واقف بالكيرسور في هذا المكان هذا، شفتوا الكيرسور فين كاين؟ اذا بديت نكليكي عند ايفاسي غتبدا تمسح ليا داك الشيء اللي في الاتجاه تاع هذا الفليشه. ولكن اذا بديت كنكليكي عند سوبريمي غتبدا تمسح في الاتجاه اللي قدامها. شفتوا هذا الشكل؟ هذا هو الفرق بيناتهم. اما اذا كنت مسيليكسيوني اي حاجه سواء كليكي عند ايفاسي او سوبريمي فهما بجوجات كيديروا نفس الدور ديال المسح. كنتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس ديال اليوم. بيان سور الا استفدتوا ما تنساوش الاعجاب بالفيديو ودعم هذا المحتوى النافع. كذلك لا تنسوني انا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.